السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا أمير المؤمنين، السلام عليك وعلى رجيعيك آدم ونوح، وعلى جاريك هود وصالح، وعلى الملائكة الحافين بقبرك الشريف، ورحمة الله وبركاته. نقرأ عليكم إن شاء الله حديث الكساء. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضوان الله تعالى عليه، عن سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام أنها قالت: دخل علي أبي رسول الله صلى الله عليه وآله في بعض الأيام فقال: السلام عليك يا فاطمة. فقلت: وعليك السلام. قال: إني أجد في بدني ضعفا. فقلت له: أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف. فقال: يا فاطمة، ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به. فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به، وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه. فقلت: وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال: يا أمه، إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت: نعم، إن جدك تحت الكساء. فأقبل الحسن نحو الكساء وقال: السلام عليك يا جداه يا رسول الله، أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء؟ فقال: وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي، قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال: السلام عليك يا أمه.
فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي. فقال لي يا أما إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء. فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جد، السلام عليك يا من اختاره الله، أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء؟ فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي، قد أذنت لك. فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله. فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين. فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله. فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء. فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي، قد أذنت لك. فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله، أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء؟ قال وعليك السلام يا بنتي ويا بضعتي، قد أذنت لك. فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله صلى الله عليه وآله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء
وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل: يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل: يا رب ومن تحت الكساء؟ فقال الله عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل: يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله عز وجل: إنه نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال: السلام عليك يا رسول الله، العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي: إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا
شمسا مضيئا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: وعليك السلام يا أمين وحي الله، إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء، فقال لأبي: إن الله قد أوحى إليكم يقول: إنما يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي: يا رسول الله، أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله: والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام: إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي صلى الله عليه وآله: يا علي، والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا، ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا، وفيه مهموم، إلا وفرج الله هما ولا مغموم، إلا وكشف الله غما ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجة. فقال علي عليه السلام:
إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. والفاتحة إلى أموات شيعة أمير المؤمنين مسبوقة بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.